بزاف الفنانات مغربيات كيديروا اخطاء في التجميل، وانت كتلاحظي هادشي بطبيعه الحال ما تنافقينيش تقول لي لا لا دي حاجه باينه من الكاميرا نخرج من التلفازه نخرج. نعم، من بين هاد الفنانات اللي داروا اخطاء كبيره وجسيمه في الماكياج ديالهم هي ابتسام تسكت. لا انتقدتيها؟ لا ماشي انتقدتها، قلت ان تبارك الله غزاله. بلاك انا ما عمري ما تلاقيتها، وانا ان شاء الله نبغي نتلاقاها. نعم، هي ما كتعرفكش بعدا اصلا. اكيد تكون كتعرفني في الريزو سوسيو يعني، ولكن حنا ما عمرنا ما تلاقينا شخصيا، ما عمرنا ما تلاقينا. هذه حاجه انا ما عمري ما كنعرفهاش حيت ما عمرنا ما تلاقينا، مي كنشوفها في الريزو سوسيو. شنو هي الاخطاء اللي دارت في الماكياج ديالها بصراحه؟ ماشي اخطاء، ماشي اخطاء، ماشي كيفاش نشرح لك. بعض المرات يمكن لي ميكاب ارتست كيديروا لها دي ميكاب شارجي اللي هي الزين ديالها تيتخبى شويه.